احتفلت صحيفة اليمن اليوم بالذكرى الأولى لمرور عام على انطلاقتها، محققة أهدافها التي سعت إلى تحقيقها في خدمة الوطن وقرائها من خلال رصدها للأحداث في مختلف أرجاء البلاد بحيادية ومصداقية وانتهاجها نافذة لكل الكتاب على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية. في 22 من مايو من العام 1990 كان أبناء اليمن مع ميلاد جديد في إعادة تحقيق وحدته المباركة، وفي نفس اليوم أيضا لكن في العام 2012 كانت الساحة اليمنية والحرية الإعلامية على موعد مع سطور صحيفة اليمن اليوم لتحتفل بمرور عام على إصدارها بانتهاجها الكلمة الصادقة والمعبرة. جهدت فيه أن تكون كما رسم لها إضافة نوعية في الساحة الإعلامية اليمنية التي انتشرت فيها كبقية الساحات فنادق الأزمة السياسية ومتارسها وسواترها، وكان من الطبيعي أن يكون ذلك على حساب الحقيقة والأفق الرحب والفضاء المفتوح أمام الكلمة الحرة. 350 إصداراً حصيلة أعداد اليمن اليوم اليومية لإطلاع المواطنين بكل ما هو جديد على الساحة الوطنية، شاملة في مواضعها كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، لتشمل أخبار اليمن في صحيفة واحدة. اليمن اليوم واجهت نفس ما تواجهه الصحف الأخرى، ولكن لا نتحدث هنا عن الإمكانيات المادية. الإمكانيات المادية بالنسبة للصحيفة كانت متوافرة والحمد لله، الإمكانيات البشرية أيضا متوافرة. كنا نواجه بعض الصعوبات المتعلقة بجوانب يعني سياسية، لا أقول يعني بما أن الصحيفة لا تزال مبتدئة كان هناك مد يحاول أن يكبحها. المتنفس الواسع والحرية في الطرح والنقد البناء، هذا ما رآه قراء وكتاب ومحبو الصحيفة رغم إنشائها حديثا ورغم المصائب والعراقيل التي تواجه الحرية الإعلامية بشكل عام والصحيفة على الخصوص. مثل ما هي قناة اليمن اليوم، هي صحيفة اليمن اليوم، هي المنبر الحر لكل اليمنيين، وهي التي تتسع للرأي والرأي الآخر ولا تضيق صدرها بالآخرين، عكس ما هو ما نراه من القنوات والصحف الأخرى. الحقيقة أثبتت هذه الصحيفة أنها صحيفة للجميع وصحيفة للكل، تنقل كل الآراء وتنقل كل ما يدور في المجتمع، هي لسان حال الجميع سياسيا واجتماعيا. الحقيقة أنا تابعت وكتبت في اليمن اليوم، وهي من الصحف بعتبرها من الصحف الجديدة التي بدأت تعمل بدور معين ولها وجهة نظر، وكانت محل إقبال من كثير من الناس، وشيء جميل أنه توجد الصحافة بمختلف الآراء والأفكار المختلفة، وقضية من يقبل هذا الرأي هو حر ومن لا يقبله هو حر. تكريم الكتاب وموظفي الصحيفة كان الختام ليتوجوا جميعا من قبل الإدارة وضيوف الحفل تقديرا لجهودهم المبذولة في نشر الحقيقة وخدمة وتلبية لقرائها. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء. احتفالا بعيد الوحدة المبارك.